وسلام بيت سلمى وسلام بيت سلمى وسلام ما بين سلمى وسلام قصتها هذه يومية وصب لنا حالة الناس وأحلام حلوة والدنيا ما بين سلمى وسلام قصتها هذه يومية وصب لنا حالة الناس وأحلام حلوة والدنيا سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية سلمى إنسانة طيبة وكلها ذوق وحنية همها تساعد الناس بكل أمانة وعطية همها تساعد سالم حياك الله. اكيد انت معيوب صاحب القهوه هاي. ما شاء الله عليك، انت ما عمرك شفتني وعرفتني كذا. من كم انت؟ انا اسمي محمود. اهلا محمود. انا جاي هني اسال عن سلمى. سلمى؟ اي نعم. انا وظيفتي رئيس تحرير مجله فقاعات. يعني تو المجله بتبرهن في قهوتي؟ والله يا معيوب فسح كيف ما بدك. رئيس تحرير يعني القلب اللي مجلف قهوة معيوب. كل اللي قلته صحيح، كل اللي قلته صحيح. بس اعتقد يا معيوب لو عساس ما تضيع لي وقتي وضع لك وقتك ممكن الدنيا على سلمى. شفت هذاك اللي مجلبه نجحة في القرن جالس وحدي يشرب شاهي؟ هذا اخوها سلمى، يعني هو بياخذك من نفسيك على بيت سلمى. طيب شكرا. ما قصرت معي. عفوا. الله وجاش الخير يا سلمى. المجلة ورئيس تحريرها اليوم جايين. فرفاشي بعد فرفاشي سلمى. حيا الله يا حيا الله من هنا. حياك الله. الله يحييك. بس الله يخليك ذكرني، محمود عبد الجبار من مجلة فقاعات. صح، محمود عبد الجبار من فقاعات. مجلة زين هاي فقاعات. هاي فقاعات زين. انا عاد بصير ابلغ اختي ان شاء الله وخليك وقت ان شاء الله. وقلنا مجلة فقاعات.
هذه؟ دامك تجلس وحدك وتقلب هالتلفونات. عمي معيوف كيف حالك؟ وكيف حال شمس؟ أنا بخير مثل ما تشوفني الحمد لله. نبو شمس بخير حاضنها. عمي معيوف الحمد لله أنا حبيبتي شمس بخير. دامك أبوي أبوي ليش القلب كيت النابع لام كده تخرف عمري؟ عمي معيوف أنت إنسان ذكي فيلسوف ما في مثلك في الدنيا. ما أخويها دامك أبوي إيه؟ فسفوسة وين؟ فراسي ضربك على راسك إن شاء الله مو فسفوس. قم قم قمت اللي عملك مشيت جوا فمك مع رجال مو مسوية. أمي مع رجال غريب وانت باك فمك هنا؟ أنا أروح أشوف إيش اللي حاصل بين أمي وهذا الرجال الغريب. أرجوك عمي معلوف خبرني وقل لي. ما أقول لك تمت أبوي هدي هدي أبوي وخلي بوادر في الثلاجة ريلاكس يعني. روح لا شوفك اليوم ما أقرب البر أنت. مشي هو والرجال خالق سعيد والرجال كذاك متقابضين هيجين بيجين وشالنا حيت أمك. حيت أمي؟ يدين بدين ورجول برجول؟ لا ومستحيل عمي معيوف. أنا ساير ساير وأمر لله. شو هالكلام الدبلوماسي؟ الله 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 بصراحة الصحافة تلاحقت في اليوم. يعني أغمض عين أفتح عين ولا سلمى سفير؟ أمي 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 خير خير. إيش هناك؟ إيش عندك؟ أمي إيش صاير؟ ما صاير إلا كل الخير. هالشخص الغريب اللي دخل علينا البيت من هين؟ اسأل خالك وإذا عندك رأي ثاني تفهم معه. خالي خالي من هذا الشخص الغريب اللي خرج من البيت أكيد باغي تزوج أمي. ضحك لي. يا ريت يخطب أختي سلمى بنسوي عرس عرس كبير. إزاي فهمني إيش السالفة؟ هذا الرجال يا يخطب أختي سلمى حق الصحافة. عقب فهمني أكثر. قل لي. أقول لك. ها. يقول حق الصحافة صفحة المشاكل. لا تقول. ها. أمي هي وصحفية هي وقسم المشاكل هي. لا 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 يا خالي لا لا لا. لأن أمي كل يوم مشاكل. صبح مشاكل، ضحى مشاكل، وفي الليل مشاكل، حتى نص الليل يجيونا مشاكل، ما تقاصر العين تدخل قسم المشاكل بالصحافة. اسمع يا سالم، إذا عندك كلام أو عندك اعتراض بارك الله فيك، ادخل عند أمك هنا وتفهم وياها. إيش أنتوا تفكرون كورة؟ كل واحد يشوفني بصوب؟ هذا اللي بنسويه، أمك بارك الله فيك خلاص مقتنعة بالشيء اللي تسويه، وهي عندها القرار، يا تصيب يا تخيب. تعجبني.
بن جوهر. جوهر عبر، أنا ما يشغل فيكم، إيش تبغي حياي؟ نيت حجرة أمي مالا. زين نيت أمك، حجرة أمك والعة، أنا إيش تبغي أسوي؟ يعني أنا بسوي كهرباء؟ أنت خلينا نروح لها ونشوفها. اسمعك، أنت يا مو بصغير، فاطمة إنك أمك، أنت ما بيها. قم قم عمرك 25 سنة، أطلع عند أمك، روح اطلع برا، أنا اطلع برا، عيونك اللي نص عيوني، عيون صخر. حسبي الله عليك الولد، انت قوم خلي ارقد نص الليل يا عيني، تقومني من فراشي وتزيخ لي وتقول لي بعد ليه تبغي فات؟ اطلع برا وما بشوفك قم. انا اطلع برا يا خالي اللي ما فيك احساس. اختي سلمى مو قالت تسوي؟ خلاص انا اضطريت كل شروطي لمحمود على الايميل طبعا. يعني انت بتشتغلين في الصحافه وبتهدين اهل الحاره. يا اخوي يا سعيد، اليوم الواحد يشوف مسرحته وين ويسوي لنا. وبعدين انا ما راح اترك الجماعه واهل حارتي، بالعكس انا اساعدهم في طرح قضاياهم. لا تنسى ان هذا الشيء ساعدنا. يا اختي يا سلمى، كلامك صراحة مو غلط. وإذا رد علي بنفرح كلنا. إيه طبعاً. اسمعني يا سعيد. ها. ما هو اللي قال بيتي؟ ما هو اللي طلب مني أشتغل في صحيفته؟ إيه. ما هو اللي مهتم بموضوع تشغيلي عنده؟ كلامك عدل. كل اللي قلتيه أقول لك إيه. ما دام الطلب زايد على العرض، إذا لازم يوافق على شروطي. ولا اقول له باي باي يا محمود. والله كفو عليك يا سلمى. الو. نعم بالخيرات. ايه ليش لا؟ ايه حاضري؟ لا لا والله ما مشغوله. اذا انت فاضي انا حاضره يعني. ها. ان شاء الله. حاضر حاضر. لا بتحصلني عن قهوة معيوف. ايه ان شاء الله بعد نص ساعة. يلا مع السلامة. حياك محمود. توت مطرش انترنت ما تسرع الوالد عليك. قلت لك ايميل ايميل ما انترنت. ايش كثر علم فيك وبدون فايدة. ايميل بيشتغل كيرب كل وقت كل الالكترونيات. لا تراني اقول لك محتاجين، واذا زادت الحاجه على الواحد فرح المحتاجين فيه. يا ولد يا ولد يا ولد، شو هالحكايه؟ شو هالعبره؟ شو هالموعظه اللي تقولينها يا ياسر؟ يا سلام انت اوكي. اسمعني. هي نص ساعه، قوم انت جهز نفسك عشان انا اجهز نفسي وهم يطرشوا سيارتهم والروح. من عندهم؟ اي طبعا. على مو تبغاني اسير في التاكسي مالك؟ التاكسي طبعا، التاكسي مالي فشل. انا كنت سيارتهم احسن اكشخ شوي. طبعا. تعجبيني؟ سلمى وصلت بارا. طيب خليك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا سلمى. أهلا سعيد. تفضل تفضل سلمى. شكرا. حقيقة يا أستاذة سلمى وجودكم معي في المجلة أسعدني. وإيميلك وصل وشروطك واضحة والعقد جاهز. أظن شروطي واضحة. 3 أيام في الأسبوع، أريد سائق وسيارة، وأريد فراش خاص، وأهم شرط. معروف يا أستاذة سلمى، معروف. سعيد راح يكون مدير مكتبك إن شاء الله. شو هالمشكلة هذه؟ شو هالورطة اللي نحن فيها؟ شو هالمصيبة هذه؟ عفا يا سلمى عفا، أبكيتينا على صخر. لا حول ولا قوة إلا بالله.
أربع وظائف ونتفنش منها. أمي ما شفتي خالي سعيد كيف جن؟ اسمع يا ولد يا سالم، لا تقول على خالك إنه جن، خالك أعقل منك. خالك الحمد لله عقله في راسه زين زين. أنت ما شفتي حالته كيف؟ هذا صراحة إنسان خلاص صار مصيبة، صار يضرب القدار يمين وشمال، أحيانا نظني تحصلي فوق السطح كمان مغايبة في نصف الليل. أمي خالي طلع من طوله بتاتا. برايك أنت خالك خلاص بيصير مدير مكتبي بالمجلة؟ ليش؟ حرام عليش، خالي يصير مدير مكتبش بالمجلة؟ ليش حرام؟ ليش أبوي حرام؟ ليش هو يعني ممنوع؟ ما قضية ممنوع، ما خالي شكله ما شكل المدير مكتب، هذا مساكين منتزق لا شايف لا خير ولا خطرة. تحطيه مرة واحدة منسق ولا مدير مكتبش ما يصير. يصير يصير ونص. اليوم الموظف العادي استوى مدير عام بقدرة قادر، وراعي المخبز يصير مهندس، والمقهوي يصير مسؤول كبير. ولا اللي أقوله أنا غلط يا سالم؟ لا والله ما أعرف ما أعرف ما أعرف. ما دام إنك ما تعرف خلي لسانك في حلقك ولا تتكلم، تعبنا. أصلاً أنا أقول لك خالك هذا إنسان فاهم في الحياة. إيه نعم، وبعدين الوظيفة هذه مو يبغالها، ما يبغالها شيء، يبغالها أنه هو يرفع التلفون ويقول جيبوا شاهي حالي وحال اللي جايين أنت بس. يعني هي صعبة؟ الحمد لله إن أبيع ساعات وهواتف نقالة. عجيبة، عطور المدرسة ولا راعي التاكسي يصير مدير بمجلة. الفكرة براسي، أنا بتصل فيهم وبخليهم يكتبون مدير مكتب حلال المشاكل. لا لا ما يعجبني، شو أخليهم يكتبون؟ شو أخليهم يكتبون؟ يكتبون مدير مكتب رئيسة المشاكل بعد ما حلو، مدير مكتب حلول المشاكل. خالي ها خالي، حلت أحلامك إن شاء الله، قول إيش عندك؟ خالي ها أشوف بطلك ما يمشيك أجيب لك حلول. سمعت مش قول، أنا جالس أفكر وش أكتب على اللوحة، لوحة المكتب. انزين خالي ليش ما تكتب مكتب المشاكل الاجتماعية يقدم؟ ما شاء الله عليك، شي تلفزيون هذا؟ إيش دراني فيك خالي؟ خالي شكلك كذاك ما تنفع انك انت تكون مدير بمكتب صراحة، شكلك حفار قبور ناطور بمدرسة. هذا هو انا. اسمع انا اشوف الحسد شاق انك شق. حسد خالي انا كيف احسدك؟ انت بعدين اخت امي. انا اخت امك؟ اخو امك؟ اخو امي خالي، اخو امي خالي. ها وبعدين مثل ما قلت لك، ايش رايك في مشروع انك انت تفتح مقهى تبيع فيه دنجو ولولا؟ لولا 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 انت 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 ولد اخي انت حاكي لولا بولينية فيها هذا الكلام هذا على قولك؟ ايه دراني فيك خالي؟ وبعدين تعال انزل اسمع المثل اللي يقول الكل يمشي بعصا وما حد يدري طريقه. ما تعجبني. تعجبني هلا هلا بعمتي، هلا تفضل تفضل تفضل، هلا هلا بعمتي سعيدة، هلا هلا بعم سلامة. ما تعجبني الأستاذة سلمى، أنا الأستاذ سعيد مدير مكتبة، فهم؟ يلا الله الله يا أختي، شو شال مكتب؟ الله يا المكتب، 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 الله يا
واقفة ما شاء الله عليك. انت طبعا الان في قمة سعادتك والخير الحمد لله جاينا ولا وبيد حق بعد القراء الكرام فتح لي مشاكل. طبعا طبعا طبعا. لو سمحت يا اخوي سعيد يا مدير مكتبي، ممكن تطلب لي واحد شاي؟ شاي واحد بس؟ 12 17 17 وربع. حاضر حاضر يا اختي العزيزه. هلا مدير مكتبك. شاي يا اخوي العزيز. صبحت الله بالخير عمي. صبحت الله بالخير عمي سعيد. تفضل عمر. تعرفني؟ مين ما يعرفك يا عمي؟ انت معروف. فعلا انا استاذ سعيد معروف. شو اسمك بالخير؟ عبد الجبار تكتك. اثنين مع بعض ما يستوون. شوف انا بسميك حبار وتكتك هذا تكتكني يا تكتك. حبار اسمع يا حبار، تروح تجيب اثنين شاي، واحد حق استاذه شاي احمر وحقي انا شاي اخضر، مفهوم؟ من عيوني يا طويل العمر. ما نبى من عيونك، نبى من الصينيه. تكتك تكتكني ما يعجبني. ما بينسى الموسلم، ما بينسى الموسلم، ما بينسى الموسلم.